تعالى بقى نرجع على عندنا. عندنا في الشرق الأوسط في المنطقة العربية صفقة كبيرة ضخمة أسطورية تحدث عليها العالم، رونالدو والنصر السعودي. بعد هذه الصفقة تقارير صحفية قالت أنه نادي الهلال عارض 350 مليون يورو راتب سنوي لمين بقى؟ لميسي. بقى أنا يا أخي كنت فاكر أن ميسي كده اعتزل وميت فول و14، طلع أنه الحكاية مش بهذه السلاسة. ماني توكس في النهاية شغلته. طيب فيجي يتعرض كلام برضو، تقارير صحفية، تقارير صحفية، مش يوسف اللي بيقول ولا بقى أؤكد لك أنه الهلال اللي بيقول ده، كل ده ما هو منشور صحفيا. يعني دي ابص صحيفه ماركا، دي اسمها ماركا صح، انا مش شايف كويس، اه دي صحيفه اسبانيه ومعروفه يعني، هم اللي بيقولوا كده على سبيل المثال، بيقولوا الصفقه دي غالبا هتتم بنهايه الموسم الجاري. طيب احنا عاوزين بقى نعرف تفاصيل ونشوف الوضع ماشي ازاي. معانا على التليفون صحفي الرياضي ذائع الصيت الاستاذ محمد مندور، واحد من كبار صحفيين العرب في الخارج، تحديدا سبورت اف ار او سبورت الفرنسي، يحدثنا من باريس. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. استاذ يوسف مساء الخير على حضرتك، وسعيد اني معاك دايما. ده احنا اللي سعداء جدا بسماع صوتك. ايه موضوع ان ميسي هيتعاقد مع الهلال ب 350 مليون يورو ده؟ زي ما انت بتقول يا استاذ يوسف، هي تقارير صحفيه من اكثر من صحيفه على راسها صحيفه الماركا الاسبانيه، ما فيش اي تاكيد من ناحيه اي حفاظ خالص، سواء من الهلال السعودي او من حتى من بيئه ميسي، يعني سواء والده وكوكيله او اي حد من عنده يعني. ولكن ده نفس اللي حدث بالظبط في صفقه كريستيانو رونالدو. وقت كريستيانو رونالدو وقت المفاوضات ما كانش برضو في تاكيدات من نادي النصر السعودي، وما كانش في تاكيدات من رونالدو، بل ان رونالدو في كاس العالم لما اتسال على انتقاله للنصر قال ما فيش حاجه من دي خالص. وحتى اخته يعني هي دائما موجوده دائما ونشيطه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى انستجرام تحديدا، لما كان علقت على الخبر بضحك يعني بسخريه. فاعتقد ان نفس الموضوع بيحدث الان، وارد جدا ان احنا نسمع الانتقال تاريخي لميسي للدوري السعودي، وارد جدا يحدث ما يحدثش، لان احنا برضو شفت بنفسي بعد الهدف الاخير في الاحراز وميسي في الدوري الفرنسي من عده ايام، كان هناك تعليق من الموقع الرسمي، الصفحه الرسميه لباريس سان جيرمان، ان ميسي عاد واحرز هدف، وهناك مفاجاه في الطريق في اشاره لانه يكون ممكن يجدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان. اعتقد ان الامور ممكن تكون كده وكده، لكن في كل الحالات يا استاذ يوسف هي نقله بيعملها الدوري السعودي، نقله كبيره جدا، وضع مختلف تماما. هناك مفاوضات مع مجموعه لاعبين ليس ميسي ورونالدو فقط، هناك سيرجيو بوسكيتس، هناك نجولو كانتي، هناك مودريتش. اعتقد ان الدوري السعودي بيسير في اتجاه كبير جدا بتمويل من صندوق التمويل السعودي، اعتقد ان الموضوع بالنسبه لهم هو نوع من انواع التمويل، نوع من انواع يعني ترويج للسعوديه، ترويج للبلد نفسها، للترويج للسياحه بشكل ما. التغير الكبير اللي حدث في المملكه العربيه السعوديه في السنوات الاخيره وما يواكبه من تغير في الرياضه وارتفاع مستوى الدوري واشياء زي دي كده. طب دي حاجه لطيفه. طب هنا يجي سؤال، هل هو مجرد بس ترويج للسياحة السعودية أو ترويج للتغيرات الجديدة اللي حصلت في المملكة من 2015 وحتى الآن، ولا أنه هناك مستهدف في الرياضة وتحديدا كرة القدم السعودية أن هم يبدأوا يخشوا في مصاف الدول الأولى أو صاحبة الفرق الأكثر تميزا أو اللي عندها عدد ضخم من المحترفين؟ اكيد ده الاثنين مع بعض، مفيش مانع ان احنا نمشي الاثنين مع بعض، مفيش مانع ان احنا نرتقي بالدوله ونتجه في اتجاه جديد وفكر جديد ووضع جديد. لا بالعكس، التوجه كويس. اه طبعا، وجنبه طبعا ان الدوري السعودي، هو الدوري السعودي الحقيقه استاذ يوسف اخذ خطوات واسعه جدا في السنوات الماضيه، هو سحب البساط تقريبا من كل الدوريات الموجوده في المنطقه العربيه والشرق الاوسط. يعني انا حتى كنت سالت اكثر من مره وقلت من وجهه نظري الشخصيه انا بشوف الدوري السعودي حتى اقوى من الدوري السويسري، اقوى من الدوري البلجيكي، اقوى من دوريات كبيره حتى في اوروبا. ف
فاعتقد ان هو بذلك بيضع نفسه في مصاف دوريات عالميه اكبر حتى من اللي انا ذكرتهم دول، بتعاقده مع لو في حاله لو تعاقد مع ميسي ورونالدو، في حاله تعاقده مع مجموعه من اللاعبين اللي انا ذكرتهم او غيرهم، اعتقد الموضوع بيختلف تماما، الموضوع بيمشي في سكه ثانيه مختلفه تماما، واعتقد ان هو هيبدا النهارده يبيع المباريات دي. اكيد في ناس محتاجه في اوروبا وفي الارجنتين في البرتغال تشوف رونالدو مع ناديه الجديد، في ناس محتاجه تشوف ميسي مع ناديه الجديد، فاعتقد ده نوع من انواع الترويج لكره القدم السعوديه زي ما اتفضلت قلت. هيفضل برضو دوري الاهلي والزمالك هو نمره واحد يا استاذ محمد، لانه هو جزء من الوجدان العربي برضو. خلي بالك بقى، جزء من الوجدان العربي برضو، خد بالك انه في انديه عربيه كتيره سمت نفسها الاهلي على الاهلي بتاعنا، يعني انا بقول لك الكلام ده وانا حتى انا زملكاوي يعني، فهتلاقي انه اهليات كتير في المنطقه اتسمت على الاهلي بتاعنا تيمنا به تفاؤلا وارد الى اخره يعني. اكيد اكيد، هو النادي الاهلي المصري طبعا هو كان اول نادي في المنطقه العربيه كلها وبيتسمى بنفس الاسم، واكيد في انديه كتير اتسمت باسمه زي ما الاتحاد السكندري كده بقى، في انديه اتسمت الاتحاد بس فاكثر من نادي مثلا من دوله مثلا. على كل اشكرك جدا يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا افدتنا كمجره العاده، القيت الضوء على هذا الموضوع انه في النهايه هو تقارير صحفيه لحد دلوقتي، لسه الهلال لم يفصح رسميا عن شيء، لسه ميسي نفسه لم يفصح رسميا باي شيء على الاطلاق، ويمكن استاذ محمد ضرب المثل بانه حتى صفقه رونالدو كان يحيط بها هذا الشكل من الهدوء النسبي او التعتيم، مفيش حد بيقول خالص. وده بالمناسبة برضو مفهوم في إطار إتمام الصفقة، إن كان في صفقة فإنها تتم بنجاح. أرجع وأقولك برضو دوري الأهلي والزمالك حاجة تانية، حاجة تانية، وهيفضل دايما المتنافسين الأكبر على المستوى العربي أهلي وزمالك. أنا طبعا زملكاوي بس ما أقدرش أنكر إنه هو نوادي كتير فعلا اتسمت أهلي على حس الأهلي بتاعنا أهلي مصر.